بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم على الاوبن سورس. ايه هو الاوبن سورس؟ الاوبن سورس هي فكره كويسه جدا ان انا اعمل برنامج واسيبه على النت واسيب معاه سورس كود بتاعه. الموضوع مش مفهوم، ايه اللي هيخليني اتعب في برنامج واحط سورس كود معاه متاح للجميع؟ طيب خلينا نرجع للاول. الاصل في البرامج اللي احنا بنشوفها في الاول زي الويندوز، زي الويندوز نظام تشغيل، زي الفوتوشوب، زي الاوتوكاد، دي برامج كلها مغلقه، ما اقدرش اشوف شفره الكود. طب ليه تبقى مغلقه؟ يقول لك حقوق الملكيه. ماشي. طب انت عشان تعمل البرنامج دوت مش احتجت لمعلومات او احتجت استفدت بعلم اللي قبل كده؟ طب ليه ده ما يبقاش ليه حقوق ملكيه؟ تمام. يعني من الحاجات الطريفه ان في واحد قال لك انا اخترعت الكيبورد، فانا عايز كل واحد يضغط زرار يديني 1 على 1000 مثلا من الدولار، فاشوف كل واحد هيديله فلوس قد ايه. او اللي اخترع الماوس، او اللي اخترع اول طبعة صغيرة. فالفكرة في حقوق ملكية، واحد تعب في حاجة ياخد مقابل ليها، بس مش يحتكرها ويمنحها الاخرين. لا، احنا هنحترم حقوق ملكيتك، ولو انت طلبت اي مبلغ هتاخده، ولو انت عايز تحافظ عليها مفيش مشكلة، محدش يشتم باسمك من على البرنامج. لا، هيبقى مكتوب كل واحد عمل ايه في البرنامج. تمام. الاصل في المعلومات انها متاحه. يعني اللي كان بيخترع النظريه ايام اليونان، ايام الفراعنه، ايام الاغريق، ايام الحضاره الاسلاميه، اول ما قامت كان في اختراعات وكان في اكتشافات، كل الحاجات دي كانت اوبن سورس. يعني الاصل في الموضوع ان هي اوبن سورس، الاصل هو الاوبن سورس. انما في الايام في السنين الاخيره بدأوا يخترع الاحتكار، مش حقوق ملكية، لا احتكار. انا بحترم حقوق ملكية مظبوط، تمام، بس ما تعملش حقوق ملكية تمنعني من التطور. انت لما تيجي تشوف شركات الادوية تصرف قد ايه كل شركة فيهم على انها تطور المنتج بتاعها، وشركة تانية بتعمل نفس الدواء للشركة التانية بس ما فيش تناسق بينهم، ما فيش واحد بيكتشف حاجة يديها للتاني، ولو التاني استنفع بيها ياخد يرفع عليها قضية والقصص دي كلها، بتلاقي مليارات بتهدر. يعني اتنين بيوصلوا لنفس الحاجة لان هما بادئين من نفس النقطة، وكل واحد بيصرف مليار والتاني بيصرف مليار ونص عشان يوصلوا لنفس الحاجة، مفيش تشارك في المعلومات. تمام، عكس ما كان بيحصل زمان. فالاصل في الموضوع هو الاوبن سورس. ايه اللي حصل في الاوبن سورس؟ واحد في امريكا مبرمج اسمه ريتشارد ستيلمان كان عمال يبرمج في نظام تشغيل، وفوجئ ان الشركة اللي هي قالت له طور قفلاه ومش سامحاه بحد. فبقول لك يعني الجهد بتاعي يبقى مقابل شوية فلوس خدتها وخلاص، وانا عايز الجهد بتاعي يبقى ملك للبشرية. تمام. فقال خلاص انا هعمل اتفاقية اسمها جي ان يو، وهقول يا اخوانا اللي عايز يبرمج حاجة ويخش في الاتفاقية ديت هتبقى حاجة اسمها بدل كوبي رايت هتبقى كوبي ليفت، واللي عايز يعمل برنامج ويحط على النت ببلاش او يكسب منه مفيش مشكله ان هو يكسب، بس هي الشرط ان انا لو عايز اطلع شفره الكود اطلع. ليه بقى؟ ممكن انت عندك غلطه او انا عندي غلطه نصلحها لبعض، نطور لبعض، كل واحد فينا يقول للتاني والله انا انت بقى كاتب 100 سطر عشان تعمل حاجه، انا ممكن اكتبها لك في سطرين بحيث البرنامج يبقى مساحته صغيره وسهله. تمام. انا شاركت كتير في موضوع الاوبن سورس على قد ما اقدر، سواء مثلا انت تكتب كتاب وتحط اوبن سورس، اخوانا كتاب اهوت محطوط وورد، اللي عايز يطور فيه يطور، اللي عايز يزود فيه يزود، اللي عنده اي اعتراضات يقول لي عليها ونحاول نصلح فيها. في واحد مثلا شاف الكتاب ده صغير وعايز نعمل كتاب كبير، خلاص خد النواه ديت وطور فيها. في كام كتاب ترجمته برضه حطيته اوبن سورس، برمجت كام حاجه كده ست اوبن سورس. المهم الفكره كلها ان المعلومات ما تبقاش محتكره، ما تبقاش مقفوله، لا احنا عايزين المعلومات تبقى مفتوحه. عمل برامج كتيرة جدا مفتوحة بس كلها شغالة على الويندوز، مفيش نظام تشغيل كان متاح ان احنا نشتغل بيه. ففي واحد اسمه ليونستر فالدوس، ده طالب عادي خالص كان خد نظام تشغيل، ويعني زي ما تقول مش عارف ان هو هيغير تاريخ البرمجيات او كده، لا عمل حاجة بسيطة ان هو جاب نظام تشغيل وقعد يعمل حاجة ميني بسيطة وحطها على النت، تمام، وسبحان الله ربنا يبارك فيها. هو كان واخد نسخة من نسخ اليونكس فحطوا اليونوس مع يونكس بتطلع لنا لينكس، فأصبح من أنظمة التشغيل المشتهرة جدا واللي هي بتنافس المايكروسوفت وبتنافس الأبل ماكنتوش. وأنت ممكن تقول لي طب ما أنا بضرب أي كراك وبتاع، ما أنت بتضرب أي كراك بتلاقي شوية مشاكل،
في الموضوع، ان واحد يقول لك لا حلال حرام فيها شبهه. تلاقي ممكن انت شغال مثلا بقالك سنين، تيجي الشركه اللي هي عامله السوفت وير دوت، سواء مثلا اوتوديسك او مايكروسوفت او ادوب، تقول لك لا انت لازم تشتري من النسخه. طب النسخه بكام؟ انا عندي ساعه اشتري. تلاقي مثلا النسخه الواحده للجهاز مثلا ب 10,000 جنيه، تمام، وانت عندك 50 جهاز، فتخيل هتصرف قد ايه، وده في برنامج واحد. فانت بقى محتاج ويندوز، ومحتاج مايكروسوفت اوفيس، ومحتاج مثلا فوتوشوب، محتاج اوتوكاد، محتاج ريفيت. فتلاقي نفسك دخلت في دوامة كبيرة، المتصفح نفسه والانت فايروس. طيب هل في برامج قوية اوبن سورس؟ اه في كتير، في كتير جدا. يعني كل برنامج مغلق قدام مثلا 100 برنامج اوبن سورس، لان في ناس كتيرة يعني فعلا شافت ان الموضوع عدل، ان انت ما اخترعتش حاجة من A to Z، انت مجرد بس جمعت المعلومات ونظمتها فما تبقاش مقفولة. فمثلا لو قلنا في المتصفحات، هتلاقي اشهر متصفح اللي هو فايرفوكس، ده اوبن سورس، فمحدش يفتكر عشان هو مجاني او ان هو مفتوح المصدر ان هو هيطلع حاجة تحت السلم او حاجة هتبوظ لك الشغل. لا، حاجة معتمدة جدا. عندك الفايرفوكس ده معتمد وناس كتير بتحبه. عندك في الاوفيس المشهور اللي هو مايكروسوفت اوفيس، في بديل تاني بتسطب طبعا عندك على جهاز وشغل بيه عادي جدا من غير اي مشاكل، لايبرري الاوفيس. لو قلنا مثلا فوتوشوب، في برنامج اسمه جيمب، ده شغلت بيه ومحترم. الاستريتور ده في بديل ليه انكسكيب، انا بشتغل بيه تماما، ما بشتغلش بيه برنامج تاني. الاوتوكاد ليه بدائل كتيره جدا اوبن سورس، زي كيوكاد، زي في برامج كتيره جدا مفتوحه وتقدر تحملها ببلاش وتقدر تشتغل عليها. في لايبراري كاد، تمام، بتلاقي اختيارات كتيره، بتسأل وتشوف احسن واحد فيهم اللي هو منتشر عند الناس كلها وتقدر تستخدمه. تقريبا مش هتلاقي برنامج غير لما تلاقي له البديل اوبن سورس وبديل محترم تبدأ تشتغل بيه. ويا ريت ندعم موضوع الاوبن سورس. ليه؟ احنا بلادنا اصلا فقيرة، تمام، يعني الراجل، وحتى اصلا في امريكا بيلاقي انها غالية جدا، ان هو مش يقعد يشتري نسخة ب $5,000 وحاجات زي كده. طب فهم حتى بره بدأوا يتاجروا الاوبن سورس، فاحنا هنا بلدنا فقيرة، احنا عندنا بترول بنصدره وبيجيلنا شوية سوفت وير. البترول هيخلص، مفتكرش البترول قاعد مدى الحياة، لا البترول هيجيله يوم ويخلص. وهتلاقي نفسك عايز معتمد على سوفت وير، كل شوية محتاج سوفت وير يحصل له ابديت، ومحتاج ان انت تجيب اخر نسخة و فعمال تصرف وانت ما عندكش اصلا، خلاص البترول بتاعك خلص، مفيش فلوس تدفعها، فهتلاقيها يمنع عنك الحاجات دي. طب ليه ما نبدأش نعتمد على الاوبن سورس؟ ليه ما نبداش في الجامعات بتاعتنا نقول يا اخوانا احنا عايزين ناس تتعلم برمجه اوبن سورس، والناس تبدا تمسك بدل ما هتبدا من الصفر وتبدا تخترع لي الدوس، لا هتخش على اللينكس او تخش على الاوبن سورس وتختار برنامج واقف على حاله وتبدا تطور فيه، وليك ان انت تبيعه. هو الفكره مش بيقول لك انت ما تبيعش السوفت الفري الاوبن سورس، لا بيعه براحتك، بس الفكره كلها ان انت ما تكتمش العلم وما تكتمش شفره الكود. هتكسب، اه هتكسب كتير. حتى ريتشارد ستيلمان بيقول لك انا مش عارف انا بكسب ازاي، يعني ربنا مبارك، فهو بيقول لك انا مش عارف انا بكسب ازاي، بكسب كتير جدا اكتر ما بستحقه. انا هواية عند البرمجة وبكسب منها اللي يكفيني ان انا امارس اي هواية تانية، ان انا اسافر حول العالم، ان انا اعمل اللي انا عايزه. فاحنا عايزين في الجامعات تبدا ده، ولو الجامعات ما بقتش الاشخاص نفسها يبداوا ان هم يعلموا اولادهم البرمجة الاوبن سورس ويبداوا يهتموا بالموضوع. يعني من ضمن الطرف كنت مع شخص محترم جدا، فكان بيكلمني على التعليم في سوريا، بيقول لي ان هم في كل سنه بيبداوا ببرمجه حاجه زي نظام تشغيل، والسنه اللي بعديها برمجه نظام تشغيل. فبقول له كويس يعني ان هو مهتمين بالبرمجه، قال لا ده سيء جدا. احنا ليه التعليم بتاعنا يقول لك ايه مشروع التخرج ابدا من الصفر؟ طب ما انا ممكن اخلي الطلبه يخترعوا مثلا برنامج معين ويطوروا فيه، الطلبه اللي بعد كده اقول لهم يا اخوانا الدفعه اللي قبلكم وصلت لكده، انتوا هتطوروا المشروع لكده، وكل دفعه تطور سواء في البرمجيات او سواء في العماره او سواء في اي حاجه. قول له اللي قبليك وصلوا ان هم مثلا عملوا الاساسات وعملوا المبنى الخارجي، انا عايزك بقى تطور لي المشروع دوت وتحط لي فيه الليد، توريني اللي هتديله ازاي، استفاد من المعلومات اللي قبل كده وما تخترعش عجله تاني، ابدا طور فيه واعمل حاجه جديده و الحاجات دي كلها، تمام.
جرب برامج الاوبن سورس. طب عايز اعرف البرنامج ده البديل بتاعه ايه؟ بسيط جدا، خش على جوجل اكتب اسم البرنامج مسافه واكتب اوبن سورس، اكتب اسم البرنامج مسافه الترناتيف اللي هو البديل، في موقع اسمه alternative2.com، ده بتدخل فيه وتكتب اسم اي برنامج انت عايزه، هيقول لك البدائل اللي ليه ايه، سواء تجاريه او سواء حره.